ما نال الجماعة بصلاتك معه في البيت، بل نال الإثم بتركه الجماعة الواجب حضورها وشهودها في المسجد. ونبينا صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر في صلاة الرجال مع الجماعة في المساجد: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من أدرك، صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين. فصلاتك معه لا يجعل له أجر الجماعة إلا في النوافل، لكم أجر الجماعة في النوافل في الليل أو في نوافل النهار، والله أعلم. وأنت حثيه ورغبيه، بل وأمريه بأن يصلي مع المسلمين في المساجد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. نعم.